افين المرضي كي دايره مع هذا الحجر الصحي؟ السلام عليكم اخوتي، جيسبر تكونوا كاملين بخير وناشطين. مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد ومرحبا بكم في نهار جديد. بما اننا جالسين في الدار فراه عندنا واحد الوقت كافي نديرو فيه بزاف ديال الحوايج، وانا جالس كنفكر شنو غادي ندير، شي حاجه زوينه نبدل بها الوقت ولا نتعلم شي حاجه جديده، ويطيح لي في بالي واحد الفكره وقلت علاش ما نطبقهاش. اجي تشوفوا معايا للتذكير فقط، هاد الشومبر دابا راه خاويه كيف ما كتسمعوا، دابا راه كاين بزاف ديال ليكو الله ايوا تعز، وان شاء الله هاد الشومبر هادي هي اللي بغيت نردها شومبر خاصه غير بيوتيوب. داكشي علاش راني كنوجد فيها شويه بشويه، دابا راه عندنا شي شويه ديال الوقت كافي، غادي نبقى نوجد شويه بشويه بشويه حاجه بحاجه حتى تكمل ان شاء الله كامل. دابا اول حاجه غادي ندير هي اللي غادي تشوفوا دابا. كيجاكم هاد ما بيش زوين خايب؟ خليو ليا في الكومونتير تنقيط ديال هاد الخدمه اللي دات على 10. واخا اول مره صراحه غنستعمل ديك السبراي نصبغ بها، ولكن ماشي مشكل، كان اول مره تعلمنا ما يخالف، والله ما يخالف. خليو ليا في الكومونتير تنقيط ديالكم، شكرا بزاف ونتلاقاو قريبا ان شاء الله.